راح يا عم مغاوي على مهلك، اوعى تخبط في حاجة. الله يخليك يا مدام انجي، ما كنتش عارف انك بتخاف عليا كده. لا مش بخاف عليك، انا خايفة على السجادة. امال طبعا، امال هتخاف على امي؟ عموما يعني الف مبروك للست مي. بتبارك على ايه؟ لسه بدري قوي على النتيجة. لا انا قصدي على الجهاز. جهاز ايه؟ دي لسه طفلة، مين قالك بقى ان ده الجهاز؟ يبقى فرش تاني بقى للشقة. بص يا مغاولي، دي سجادة أثرية من القرن التسعتاشر. عارف القرن التسعتاشر يا مغاولي؟ لا طب بص يا مغاولي، أسهل إنك ما تحشرش مناخيرك في كل حاجة، لأني ما عنديش وقت أفهمك، خليك في حالك. يعني إيه خليك في حالك دي؟ أنت بقالك كام يوم قاطع نفسي عمال أشيل في حاجات غريبة، وأنا من حقي أسأل بقى؟ لا يا مغاولي، مش من حقك تسأل، أنت تشيل وبس. يا سلام! ولما المراية امبارح كان يكسر ظهري كنت هتفيدني انت بايه؟ وفي الاخر لا حمد ولا شكرانية. يا سلام، ما انت اخدت الاكرامية. ايه اكرامية دي؟ يعني تبس يا مغاوي. تبس معلش. يا سلام، يعني ما فهمتش الاكرامية وفهمت التبس. ايوه، وانا شايل شنطة خضار؟ ده انتوا كأنكم بتفرشوا الشقة من اول وجديد. وبعدين انا عايز علاوة. علاوة؟ ليه بقى ان شاء الله؟ انت فاكر نفسك موظف حكومة؟ صحيح انا مش موظف حكومة، لكن ممكن اشتكيك في النقابة. النقابة مرة واحدة؟ وانت ايه اللي حيدخلك نقابة الصحفيين؟ ومين ممكن يسمع لك هناك؟ ومين قال ان انا اروح نقابة الصحفيين؟ انا اروح نقابة البوابين. انا راجل بواب وليا برستيجي. ما شاء الله، ماشي يا سعادة البواب، اتفضل قدامي لما اشوف عرض برستيجك ده يطلع كام. العرض عرضين يا عم. وسع 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 من قدامي. تعال يا مغاوي، تعالى حط السجادة عندك في أي حتة. ازيك يا علي؟ الحمد لله على السلامة يا إنجي. الله يسلمك يا حبيبي. إيه اللي أخرك كده؟ وإيه القتيل اللي أنت جايباه معايا كده؟ مش عايزة أقول لك يا علي، النهاردة كان في حتة دين مزاد عاملاه المؤسسة ما حصلش، فاتك كتير يا علي، لو كان معاك مليون جنيه كنت صرفتهم كلهم. مليون جنيه على شوية الربابيكيا دي؟ خص عليك يا علي، معقولة بتقول على التحف الجميلة بتاعتي دي ربابيكيا؟ تحف؟ وايه القتيل اللي انت جايباه معاك كده؟ قتيل ايه يا علي؟ دي سجادة انتيك عمرها اكتر من 150 سنة، انما تجنن، ايه رأيك؟ الله، ودي هنفرشها على الارض؟ هي ايه دي اللي هفرشها على الارض؟ معقولة يا علي هفرش سجادة عمرها 150 سنة على الارض؟ لا طبعا، هفرشها على حتة الريسبشن. هو بقى في حيطة في الريسبشن؟ الكراكيب بتاعتك بهدلت البيت مخلينا مش عارفين نمشي. خص عليك يا علي، بتقول على الكنوز بتاعتي دي كراكيب؟ عامه انا مش هناقشك كتير علشان ده جهل بقيمه الكنوز دي. كنوز نهايته، انا وولادك مستنينك من الصبح وجعانين وعايزين نتغدى. اخ الغدا صحيح. صحيح، انت نسيتي تجيبي اكل معاكي ولا ايه؟ اصل بصراحه كده يا علي، يعني المزاد كان فظيع فاخد كل تفكيري، والسكاده ابهرتني فنسيت. قصدك ابهرتك فمش هناكل النهارده؟ لا 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 لا، ازاي يا حبيبي، انا هتصرف، هنزل اجيب اي حاجه من عند شعبان تحت في السوبر ماركت، بس هات فلوس. فلوس؟ مصروف الشهر فين؟ اصل بصراحه يا علي كده الكذب خيبه، الفلوس ما كفتش معايا علشان اجيب السكاده فتصرفت. صرفتي مصروف البيت على الكهنه بتاعتك دي؟ علي من فضلك، من فضلك ما تجرحنيش، ما تقولش على السجاده الانتيك كهنه. واحنا هناكل تحف بقى بقيه الشهر. في ايه يا علي؟ في ايه يا حبيبي؟ الأكل مهما كان في أرقى المطاعم ومهما كان غالي، في الآخر معروف بيدخل من هنا وبيخرج من هناك يعني، وآخره في الحمام. إنما يعني البطن ما بتشكرش أنت عارف، وبعدين التحف هي اللي بتعيش. وإحنا عايزين ناكل عشان نعيش. حاضر حاضر يا علي، هتاكل عيش معقولة بقى على بطنك كده؟ أنت بتضحك على إيه؟ واقف هنا ليه من الصبح؟ حطها في أي حتة السجادة دي، حاول تحاسب من وشي. إيه دي؟ نكد عليكم. الولية اتجننت كده. سلام عليكم. يلا ماشي، تسلم ايديك، متشكرين. سلام عليكم. سلام عليكم يا شعبان. اهلا وسهلا ست انجي. صلي على النبي. ايه دي يا شعبان؟ عسلية. اللي ايه دي يا شعبان؟ مش بتكلم على دي يا شعبان، دي دي قله قديمه، بيقولوا لي كده ان هي بقالها بتاع 100 سنه ولا ليها لازمه يعني، من نوبه. وحاطط فيها عسليه؟ انا بحط بضاعتي
في أي حاجة، في قلة، في زهرية، في كف إيدي، المهم البضاعة تتباع، أهم حاجة عندي. مادي حقير، بقول لك إيه يا شعبان، تباعها؟ وأنت عايزاها في إيدي؟ لا أبداً، عارفاني وبعدين حرام أي حد يلطشها كده ولا كده تتكسر. ما تتكسر في داهية، بقول لك قلة قديمة أجيب غيرها. أيوة صح في داهية، طب ما تبيعها أحسن، إيه رأيك؟ وانت هتعملي بيها ايه؟ دي لا ينفع تحطي فيها ميه ولا ينفع تشربي فيها. لا انا مش هحط فيها ميه، انا هزرع فيها كده ورد واحطها في الحمام عندي. تبيعها بكام؟ لا يا ست انجي يعني ما تغلاش عليكي. متشكره قوي. استني اللي متشكره قوي واخدها وبتجري. ايوه انا اسفه، انت عايز العسليه؟ لا عسليه ايه، انا عايز القله دي عندي مهمه جدا على فكره. طيب تاخد فيها كام؟ اللي تدفعيه. بص يا شعبان، انا هدفع لك 500 جنيه. مش هدفع جنيه زياده، 7 جنيه زياده مش هدفع. 500 جنيه؟ ايوه. في القلة دي؟ اه. لا انا متاسف، في الحقيقه انا محتاج 550 جنيه في القلة دي. موافقه يا شعبان؟ اصل القلة دي ايه؟ موافقه؟ ايوه موافقه. موافقه بجد؟ ايوه. خساره، يا ريتني كنت قلت 560. اخدها يا شعبان؟ نعم اخدها. الفلوس؟ اه. ايتهم على الحساب. ايوه خد. المسابقات دي عملت دعايه كبيره للجورنال، ده طبعا غير الدعم اللي جالنا من الرعاه. يا فندم انا سعيده جدا وفخوره ان انا بتابع حدث عظيم زي ده. انا عن نفسي عملت حته البوم عن المسابقه اللي فاتت فظيع، عملت فيه كل مجهوداتي الذاتيه، لا وحطيت فيه صوري وانا عامله كده، وعملت صور سيلفي لنفسي كتير قوي. لا لا بجد تعبت قوي يا استاذ جميل، يعني بجد البوم يستحق جايزه بول ألتزر. مظبوط تمام. جايزه ايه يا حبيبتي؟ بول ألتزر يا انجي. ايه مش عارفاه ولا ايه؟ لا يا كاميلا حبيبتي اسمها بوليتزر، ده فيلسوف وصحفي معروف، دي جايزه الصحافه العالميه. روح جرايي. انت عايزه تطلعيني مش فاهمه حاجه يعني؟ لا انت بتعلي صوتك كمان. اه يعني مش ممكن انا بصلح لك عشان يعني خلاص بس. ويا كماليا جايزه بوليستر في ايه؟ بوليستر ايه يا فندم؟ بوليستر ايه بس؟ بقول لك ايه، انا فاهم في كل الجوائز العالميه لو سمعت بفضلك. بقول لكم ايه، خلي بالكم المره دي هيبقى في جايزتين، جايزه اندر طابع. اندر ايه يا فندم؟ نعمل جوائز الاندر؟ جوائز اندر ايه؟ اندر طابع بوسطة. اندر كمان هيعملوا طابع بوسطة للاندر يا فندم؟ ازاي يا اخوان؟ يا انجي اندر جايه من الندره، نادر. نادر زميلنا يا فندم. قول كده يا فندم، وضح عشان في نادر. يا اندر قلنا الاول الاندر، خلصنا منه. ايوه صح، دي جايزتها. رحله لباريس. ايوه. التذكرتين لمتحف اللوفر. تمام. 10,000 دولار. اما بقى الجايزة بتاعت أقدم عملة دي 150,000 جنيه. ياه محظوظين بجد، محظوظين اللي يكسبوا الجايزة دي. تعرف يا أستاذ جميل اللي كسب المسابقة اللي فاتت مين؟ صاحبة إنجي. أيوة فندم، صفاء استباعي، دي بقى سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والقبقاب، دي بقى كانت حضرتك مش لاقية تاكل، كانت هرياني بقى مقشطاني كل لبسي ومكياجي، الحمد لله دلوقتي من سيدات المجتمع. إيه ده يا إنجي؟ انت بتعايريها علشان كانت بتسلف منك؟ ايه يعني عادي الصحاب لبعضيهم؟ طب ما انا يعني بسلف منك لما ابقى غنيه كده زيها تعايريني؟ انت اصلا مش ممكن تبقي غنيه، قصدي يعني حتى لو بقيتي غنيه كوكي، انت في فرق كبير بينك وبينها، هي بتستلف لبسي وانت بتشحتيه. شايف الاستاذ جميل؟ في ايه يا كوكي؟ الله، انتوا هتعايروا بعض قدامي؟ انجي هي اللي كسبت المسابقه اللي فاتت دي صاحبتك؟ كانت معايا في الجامعة. دي كارثة يا انجي، كارثة كده. دلوقتي القراء هيفتكروا ان احنا بنطبخ الحكاية وبنعملها لقرايبنا ومعارفنا. هي مش عايز حد يعرف حاجة عن الموضوع ده خالص، فاهمة؟ وانت بالذات. لا انا اصلا عمري ما فتحت بوقي عن الموضوع ده خالص. ده انت اللي لسه قايله لها صاحبتها، مش كده يا انجي؟ ايوه يا صح. بقى بس حضرتك ما تقلقش خالص يا فندم، ما حدش ممكن يعرف اي حاجه عن الموضوع ده. باذن الله انا اللي هكسب. تكسبي ايه؟
الجايزه الجايه ان شاء الله. ما هو حضرتك انا عندي شويه عملات وطوابع قديمه، ما يعني بص يهبلوا. يا انجي يا انجي بقى، انا بقول لك ما يبقاش حد صاحبك ولا صاحبتك ولا جارتك ولا قريبتك، تقولي لي انت اللي هتخشي المسابقه دي تبقى يا انجي هنفقد مصداقيتنا عند الناس. في ايه يا استاذ جميل؟ من حقي. من حقك يا انجي لو انت مش موظفه في الجورنال، انما يا حبيبتي دي معموله للقراء. هو يا فندم انا من القراء، انا بقرا الجريده والله كل يوم كل يوم. وبعدين بصراحه انا نفسي اطلع رحله لباريس، نفسي ادخل متحف اللوفر. اطلعي على حسابك، اهم حاجه المصداقيه. يا فندم المصداقيه دي بقى هتكلفني كتير قوي بصراحه. طيب بقول لحضرتك انا جالي فكره حلوه قوي، انا خلاص مش هقدم في المسابقه. خلاص حلو كده؟ تمام. بس انا ممكن اطلع مرافق للي هيكسب الجايزه، ايه رايك؟ حلوه صح؟ لا. ليه يا فندم؟ ده علشان يعني يبقى في مصداقيه واصوره بقى في اللوفر وهو ايه رايك؟ لا يا فندم، هنصوره بقى واخد الجايزه كده واقف عند برج ايفل. لا برضه يا فندم. ليه يا فندم؟ دي مصداقيه، هو دي المصداقيه. لا انا المصداقيه اللي عندي لحد بس اللي هيكسب الجايزه، اما المرافق بقى وكل الحاجات دي